بعض الناس مثلا يقول لك انا بدي اكل وتقول لك طيب قول له تعال اطعمك واعطيك الاكل اللي عند المطعم، يقول لك لا اعطينا حق الاكل. في هذا الحال شو؟ والله ابو محمد هذا تفحص حاله، فاذا كان فعلا محتاج اعطيه، واذا تعتقد بان لا لعاب او انه انسان في موجود اللعب بس بدون ماده لا، الانسان المؤمن ليس بالخب مثل ما قال عمر، لست بالخب ولا الخب يخدعني. يوجد من هؤلاء وللأسف يشترون فيها أشياء ممنوعة، أي فيتنبه الواحد. يعني أحيانا إعطاءك له 10 دراهم ممكن يستعملها في حرام، فتنبه الواحد تصير ذكي، لأن في زمان فساد الناس وللأسف الشيء دخلوا على خط الفقراء والمساكين والمحتاجين ويأخذون الأموال يعبثون فيها يفسدون فيها. نعم، لأنه قال لنا بدي أكل وتفضل تأكل تعال أنا أوديك المطعم. قال لك والله أنا مستعجل مش بدي أمشي. ها؟ قال أنا مستعجل بدي أمشي. هذا واضح إنه لعاب، لأن الجيعان مو ما يستعجل. أحسن. الجائع ما يستعجل. صح. صح ولا لا؟ صح. إيه هذا واضح إنه لعاب. عشان هيك يعني الواحد. إيه نعم تنبه الواحد. مرت علينا حوادث يعني علمتنا. نعم. إيه يعني ما يصلح العاطفة تغلب على العقل.